هذا العمل مهدى إلى جميع المناضلين في القوات اللبنانية الذين قدموا كل غال لديهم في سبيل حرية لبنان واستقلاله. إنه شهادة حق لكل ما عناه شباب القوات اللبنانية طيلة فترة الاحتلال السوري وتحملوه مستمدين القوة من الذين سبقوهم في مراحل عديدة، وبخاصة منذ 13 نيسان 1975 زمن مقاومة الدولة البديلة والاحتلال والتوطين. كانت هذه المعركة مدخلاً إلى الحرب الجديدة التي اندلعت في 13 نيسان 1975 إثر استفزازات كررها الفلسطينيون. فكانت حادثة البوسطة في عين الرماني شرارة الحرب التي تولتها هذه المرة الأحزاب المسيحية. لغات لبنانية نشأت مع بدء محاولة الفلسطينيين السيطرة على الدولة اللبنانية. وحد الشيخ بشير الجميل البندقية المسيحية تحت راية القوات اللبنانية ضد الفلسطينيين، الذين صرح أحد قادتهم أبو أياد بوقاحة بأن طريق القدس تمر في جونيين. محطات هذه الحرب معركة تل الزعتر في حزيران 76، والتي كان لابد منها لاقتلاع بؤرة إرهاب تحصن فيها الفلسطينيون وهددوا في شكل مباشر كل تحرك مدني أو عسكري في محيط المخيم. باسم أهالي الدمور، أنتم من الوحيدين يلي إذا شي مندوب من برا لا ينصح الياس سركيس يعطي شعفه من لبنان للفلسطيني، انتو من الوحيدين يلي بتقدروا تقولوله يرجع على بلاده. اذا كنا اليوم بعدنا عم نقول لكل الاغراب، لكل الدول الكبرى ولكل الدول الغريبة ادق راسها بالحيط والفلسطيني ما بياخد شبر من لبنان لانه ضيعكم اليوم يلي بعده محتلة. فكانت القوات اللبنانية القضية، الحلم والهدف. بإعطاء الدمور للفلسطينيين لقاء فلسطين المحتلة.
بيقدروا يعملوا رئيس جمهورية أمريكا ويعطي الشقف من أمريكا للسوري أو للفلسطيني، بس ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. فلسطيني صار لازم يفهم، بده يفهم إنه لبنان بالنسبة لإله من الوطن البديل. وإذا تمكن بال 75 و 76 يقضي على الضمور مهاجرة، إذا قدر يسيطر على الضمور ويحتل الأرض، اليوم بده يعرف بعد 6 سنوات من الحرب المقاومة اللبنانية صارت أقوى، المقاومة اللبنانية صارت أجل، المقاومة اللبنانية صارت مسؤولة عن يلي عم يصير بلبنان. بده يعرف إنه بهالوقت هيدا بالذات نحن عم نفكر نشوف كيف بدنا نرجع على الضمور. الشعب اللبناني بهالحرب عمل حرب حلوة ضد الفلسطينية. بعض إخواننا في القيادة وفكرنا فيما يمكن أن نعمله لإنقاذ الموقف، جهد سياسي بذلنا، سلاح أعطينا، ذخائر أعطينا، كل هذا موجود هنا ومتراكم، ولم يستطع أن يوقف الموقف. إذن ليس أمامنا إلا أن نتدخل بشكل مباشر، وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. وبدأ جيش التحرير الفلسطيني بالدخول إلى لبنان، ولا أحد يعرف هذا أبدا. وأيضا ضد السوريين الذين دخلوا لبنان تحت راية جامعة الدول العربية بذريعة وقف النزف اللبناني الداخلي، وسرعان ما تحولوا إلى جيش احتلال. إذا سوريا خيو بدها رئيس جمهورية بلبنان ليكون رئيس لإلها وليكون ببراك كرمال لإلها، بيقدروا يعينوه بسوريا وبيقدر مجلس النيابة السوري يصوت له، بس مش مجلس النيابة اللبناني، وهيدا ما بيكون رئيس جمهورية لبنان. الأشرفية 78. معركة 100 يوم أو معركة الأشرفية التي استمرت من تموز إلى تشرين الأول عام 78، وأجبرت الجيش السوري على الانسحاب مندحرا من الأشرفية وباقي المناطق المسيحية. كانت حرب 100 يوم السبب المباشر بسحب القوات السورية من هالمناطق هذه، واستبدلون وقتها، بتذكر أنا على جسر الكارنتينا استبدلون بوحدات سعودية، ما قعدت كتير، قعدت لها 3-4 أشهر أو 5 أشهر، بعدين فلت وخليت المناطق. وهون نحن انطلقنا من فكرة تحرير المناطق، كلمة المناطق المحررة. صمود بلادي تكون فيكي لما تحديت الأخطار، نار الغدر الهجم عليك احترقوا داب النار، النار من أرضك شقوا أبطال بالدم دروب التحرير. الأشرفية البداية وحكاية التحرير من إزاز أو غير إزاز، لأن نحن بأرضنا هون، لأنه بشير جميل بصيف 1978 بعد حرب 100 يوم بدم شهدائنا ودموع أمهاتنا وعرائش بمناضلنا فقط، حرروا الأشرفية من الجيش السوري، وكانت أول خطوة باتجاه تحرير لبنان، كل لبنان من شاطئه إلى جبله إلى ساحله إلى بقاعه إلى شماله إلى جنوبه. كانت أول الشرارة اللي حررت لبنان سنة 78، وانسحب الجيش السوري من بيروت بالذات بفضل المقاومة
مقاومة بشير جميل ورفاقه من أجل تحرير 10453 كيلومتر.